الأولى التي تهبط فيها من بيتك وأنت في سباق لم يكتب لك؟ أينما ذهبت تطاردك اللافتات والإعلانات في الصحف والتلفاز وعلى جانبي الطريق لتخبرك بأنك لست على ما يرام. وكيف تكون هانئاً وأنت لم تشتري هذه السيارة بعد، ولم تسكن في ذلك المنتجع الهادئ، ولا تحمل هاتفاً يتعرف عليك من بصمة وجهك؟ كيف تدعي الرقي والأناقة وملابسك ليست ماركات عالمية؟ التسويق قد بلغ في عالمنا هذا أعلى مستوياته، وصار ينهب مالك وعقلك دون وعيك، مؤكداً لك أن ما أنت فيه وراض عنه محض أوهام. فتعود إلى بيتك ليلاً وأنت تشعر بالإحباط والهزيمة، تنظر إلى حياتك وإنجازاتك فتستحقرهما، لا لشيء إلا لأنهم أخبروك أنك تستحق أفضل مما أنت فيه، تستحق ما نراه نحن مناسباً لك. محظوظ من لم يقع في الفخ وترفع عن خوض سباق زائف، وعرف جيداً أن سباق الإعلانات المرسوم له خدعة. محظوظ أكثر من صنع طريقه الخاص على مهل واختبر أحلامه، فاختار منها من يعبر عن قدراته الحقيقية وطموحه الخاص. ربما علينا أن نفهم الدرس مبكراً وندرك أن جوهر الحياة الحقيقي في أن يكون المرء منا كبيراً في عين نفسه ابتداءً، غير قابل للخداع.